لابس باج ويعرفون مشجع خلي يبلغون الاخو بالمكتب الاعلامي. هذا مو اختصاصنا ولا شغلنا. احنا شفناه وعندنا التواصل الاجتماعي. الربيعي تحياتنا الى مصور. تحياتنا كابتن. احنا الاعلام مالتنا بالعراق بالدوري العراقي اذا تتباوع عليه تجمع دوري ابطال اوروبا كم مباراه تلم اعلاميينهم اعلاميين بمباراه واحده اكثر من يومهم. بمباراة واحدة أكثر من يوم. أستاذ علي هو المصور ترى مبين هو مصور عنده كاميرا بس إحنا نحكي على صفة مدير موقع. قاعد على المدرج. مدير موقع أو بالنت ومدير موقع بالفيس وصحفي هي هاي صارت. هو إحنا ما نقصد يجيبون الهويات من التطبيعي نقصد الهويات تجي من جهات أكو حتى مواقع مثل تشوف واحد يقول كان عندي موقع الهداب أنت ما شايف. وفي التلقاه في 100 واحد يعني حتى صفحات الفيسبوك مسوينها باجات سووا لهم باجات شبكة ويمكن يخافون من يمهم التطبيعي. عده يعني شنو مثلا اسوي التطبيعيه اي جريده اريد جريده معترف بيها مو اي جريده صفحة. موجوده يا بشار اي مشجع حتى يقدر يسوي بيج ويروجه للبيج ويجيب له ادمنيه وسوى لهم باجات ودخل والله احنا فلان انت اليوم اذا مو جريده او ترى مو كل مصور مصور اليوم اذا تباوع المواقع الاوروبيه اكو كاميرا يلقط الصوره الميسي ينزلها لمحمد صلاح ينزلها مباشر اول باول انت اليوم المصور يرجع للمباراه يمكن ثاني يوم ينزل الصور مالته تحياتنا لاخوتنا المصورين يعني يقولون يحسبونها عليها من علي المالكي قليله عندنا مصورين قليله هسه يا اول قام يكمش كاميرا وبدون اعلام وبدون شهاده وبدون تقنيه قام ينزل للملعب والله انا ما اريد اشاهد المباراه من المدرج انا بدي اصير صحفي ومصور لو حتى اصرف اذا قلت 100 دولار ما اعرف منو ذكرت اي انا ذكرتها 100 دولار الباج فواحد اذا يطلع باج ب 100 دولار وما يبقى يدفع في كل مباراة 5000 وبالتالي هي يك حساب فالموضوع يعني يحتاج الى وقفة حقيقية لكن بلحاظ انه يعني انتم اللي اجيتوا صرتوا اعلاميين كجماهير اتحدث هذا ما يسيء احنا لا بعدنا احنا اسلاح بعض الجماهير هي اللي انتقلت صفه الاعلام محترم الاعلام رياضي صح الي انتم المقدمين فبعض الجماهير هي اجت قامت تطلع باج او كذا حيدر ذكر معلومه مهمه قال يعني موقع الكتروني على الفيسبوك انا ما مضطر كهيئه تطبيعيه اتعامل مع الفيسبوك كابتن يوم شنو يوم ابو الجويه وابو الزوراء وابو الشرطه وابو الطلبه وابو الميناء كل الانديه الجماهيريه اليوم يعرفون منو المكتب الاعلامي مال ابو الجويه وابو الشرطه وابو الزوراء وباقي الانديه اليوم قامت تجي مصورين فئات عمريه قاموا يدخلوا للملعب والله عنده باج اليوم الصحافه ومخلينهم بمكان واحد يعني لا ترجع احنا مباريات القوى الجويه وصناعات الكهربائيه طلع من اي هدف من الاهداف وشوف الخلف الهدف شوف المصورين ايش قد تحياتنا طيب لاخوتنا المصورين طيب لو اخذت مكان الهيئه التطبيعيه والسؤال الى حسين الجبوري يقول لك انا اذا اسمح للجماهير بالدخول راح ترجع المشاكل يا اخي ماكو مباراه بها طرف جماهيري ما صارت مشكله شلون نعالج هذه القضيه يلا تعالوا دخلوا الجماهير للملعب وتبعاتها شنو اخي استاذ علي اذا تسمع لي وين المشاكل صار اكثر من موسم الحمد لله والشكر يعني جات تمشي واكو علاقات بين الروابط وبين الجماهير وكل مشاكل ما موجوده بالدوري العراقي وكل المشاكل اللي جالسين حتى التطبيعي يخاف من عندها هي حتى يعني الكلام اللي نريد نقوله قلت لك يعني الدوائر الاجتماعي وغيره يعني ممكن 50% مثل ما تفضل الاخ نقدر نسيطر عليها يعني الانديه دامت لعبة مو جماهيرية 50% كلش كافي للجمهور حسين